السلام عليكم، معكم هانية اقتصادية. جبت لكم اليوم كيفاش نديرو البوزلوك، لان درت لكم في وصفة فاتت درت لكم كيفاش نقطعوه كيفاش نقوه وكي بعد نغلوه. انا نقري كي هادوك هاد الخطرة درت لكم البوزلوك مرقة بيضاء. هاد البوزلوك واش درت انايا، هاد البوزلوك انا هاني نقيتو وغليتو وقطعتوها ولي قطعتو كاع طراف صغار، دوكا ندوز له مرقه بيضاء. في المرقه هادي واش عندي؟ عندي الثوم، عندي فلفل الكحل، عندي المعدنوس، عندي شويه قرفه، عندي البصل، عندي شويه كمون، وعندي الملح والحميصه. الحميصه لازم تكون طايبه كيما البوزلوف طايب، الحميصه تكون طايبه. نبدا طريقه التحضير. نحكمو نديروها على فوق النار، معليش نوريكم. نديرو البصل مع الثوم، هادي مرقة تجي خفيفة ما تجيش ثقيلة، مع القرفة فلفل الكحل، وعندنا شوية تاع الكمون، منكتروش الكمون، هذا قد كمون قاسع شوية، وعندنا شوية تاع الملح. نديرو غير شوية ملح باسكو البزلوف تاعنا ها طيب فيه الملح، ونديرو ملعقة تاع زيت هايلك، ملعقة ما زيدوش. البوزلوف مي الدم وراهو غلمي، الغلمي يجي تقيل، يجي فيه هذيك الجليتا تاعو فيه لا جولي، صافي ما نكثرولوش. هاي ليك دوك نديروه فوق فوق الفرن نوريه لكم. هاي ليك البصله تاعنا هي بدات تقلى، تقلى هذاك البصل والثوم وهذوك لي زيبيس، نخليهم يتقلاو على بالنا الحميصه تاعنا طايبه، الزليف تاعنا طايب. نخلو هذيك الدسه تتقلى، نملقوها شويه بالماء هكذايا، ما نديروش بزاف، انا ما عنديش مقدار كبير، عندي كميه قليله ما نديرش بزاف. هاي ليك هاوليك شحال درت انا، ما درت بزاف الماء، هاي ليك درت النص تاع على حسب الكميه اللي عندي. نخليها تغلي ومن بعد نرمي الحميصه ونرمي الزليف ونوريكم. انا راني رميت الحميصه، خليتها تغلي شويه معاه باسكو انا طابت لي شويه الطياب، انا رميتها زيت طياب شويه مع المرقه، ودوكا كي تخليها طياب دوك نرمي الزليف ديالي. هاي ليك انا الزليف هذا راهو طايب راهو مغلي كيما قلت لكم كيما وريت لكم في الوصفه اللي فاتت، كيفاش نقوه وكيفاش نغلوه. هاي ليك هاو ليك شوفوا، ما لازمش تكون فيه بزاف لاصوص، هاو شوفي الداخل كيفاش. ها هاي ليك لازم يكون غير شويه قزمي دوك، غير يزيد يعقد شويه يختار نطفوه، ونرشو له الشيء تاع المعدنوس، ويتبع القارص لازم له القارص، الزليف لازم له القارص، القارص نحطوه للتقديم. هاي ليك هذا هو، هذه هي الوصفة تاعنا، دوك كي نطيب نوها لكم في طبق التقديم. هاو ليك الطبق تاعنا بعد ما وجد. هاي ليك أنا كيفاش درتها الحميصة، درتها في الوسط، اللي يحب ياكل الحميصه يرفد غير الحميصه، واللي يحب ياكل الزليف. هاي ليك مرقه بيضاء كيما قلت لكم، حاجه هاي ليك كيفاش تسقيها. هاي ليك شويه تاع لاصوص، لاصوص لازم تكون ما تخليش فيه المرقه، هذا ما يسحقش المرقه، هاد المرقه البيضاء لازم ديريها خاتره. هاي لاصوص تاعها كيفاش تجي، ما تجيش فيها شورو كيما يقولوا، هاي ليك تجي خاتره، ديري فيها شويه حميصه هكذايا. ها هاي ليك هكذا مع شويه قارص، زيدي تعصيرها، لازم 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 يكون القارص سمحوا لي، لازم يكون القارص للزليف، لازم هاي ليك لازم تعصري لها القارص، لازم علاش خاطر هو ابيض بالقارص اللي عنده يزيد بنه في الماكله. هاي ليك وهذه هي، هذه هي الوصفه تاعنا. هذا الحر اللي حب تاكل الحر تدوزو بالحر، هذه اختياريه اللي تحب كل وحده واش تحب دير. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، المرقه بيضاء تحبي ديريه بالقرنون، وقت القرنون تقدري ديريه بالقرنون، حنا دوك كان كاين القرنون نديروه لكم بالقرنون تشوفوه بنه وحده اخرى، يعني كي وقت القرنون ان شاء الله ولا كتب ربي كي نديروه نعاودوه لكم ونديروا لكم الوصفه، يجي ما شاء الله دو تاكلوه بالصحة ولهنا إن شاء الله. هذه هي الوصفة تاعنا، ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات مع هنية اقتصادية، ونقول لكم السلام عليكم.